يسعد لي أوقاتكم حبايبي متابعي قناة ست البيت. مع ست البيت رح نتعلم فن الترتيب والديكور والطهي. بفيديو اليوم رح نعمل زينة العيد بشكل جديد بأقل التكاليف وبطريقة كتير حلوة ومميزة. يلا نتابع مع بعض ونشوف التفاصيل. لنعمل هالزينة الحلوة رح نحتاج لكم شغلة بسيطة كتير، مجرد أوراق أي ألوان أنتو بتناسب فرشكم، وبعض الورود، ورق لف الهدايا، أحرف، ومو مهم تكون جاهزة، ممكن تطبعوها من الجوجل، وكرتون إذا بتحبوه، بس أنا رح استخدم الورق. أول خطوة وهي الخطوة رح نعملها بكل الورق وكل ورق لف الهدايا، رح نطوي الورق بهالطريقة، طريقة بسيطة كتير. رح نحتاج لكل قرص من الزينة أو الدائرة لثلاث لأربع أوراق A4، يعني إذا أنتوا بدك تعملوا قرص واحد لازم نستخدم أربع أو ثلاث ورقات حسب أنتوا كيف بتحبوا الشكل يكون فيه تنيات أكتر. بهالطريقة البسيطة والسريعة رح نطوي الورق بهالطريقة مثل ما شايفين بالفيديو. وهدول الورقات الثلاثة اللي أنا عملتهم، طبعا لحتى نلزقهم ببعض أول شغلة لازم نطويهم من النص، وبعدها نحتاج لدبل تيب. الدبل تيب كتير مهم بهالمرحلة أو بهالطريقة لأنه بيلزق بدون ما يبين، يعني بتكون التلزيق مخفي وبيطلع شغلنا كتير مرتب وأنيق. لازم نحط اللزاق من داخل الورق ومن خارج الورق اللي طويناه، شايفين أنا حطيته من برا ومن جوا. وبعدها رح أفتح طبعا الورق اللزاق القشرة عنه ولزقهم بهالطريقة البسيطة. بهالطريقة صارت عندي المروحة أو الورقة اللي أنا رح استخدمها مرتبة وكتير شكلها حلو. ورح أعيد هالمرحلة لكل الورق، يعني لكل الورقات اللي أنا طويتهم، وهيك رح ألزقهم كلهم ببعض مثل ما شايفين. كل الفراغات اللي عندي لزقتهم ببعض بالثلاث ورقات. وهيك صار عندي الشكل النهائي للقرص الزينة جاهز ومرتب كتير. ممكن تستخدموا ثلاث ورقات او اربعة حسب سماكة الورق وحسب الورق الشكل اللي انتو بتحبوه. يعني انا استخدمت ثلاثة لقيتهم كتير مناسبين، بس بتقدروا تستخدموا ثلاثة او اربع ورقات A4، واللون انتو بتحددوه حسب الفرش، حسب الزينة اللي حابين انتو تستخدموا الالوان فيها. طبعا انا بحب كتير اللون البينك لانه بيروح مع الوان البيت عندي، لذلك حاولت استخدم هاللون واخترت هاللون من ورق لف الهدايا. كمان كتير طلع حلو مع الورق البينك اللي انا استخدمته. بنفس الطريقة تماما رح عيد الخطوات على الاقراص الصغيرة تعون لف الهدايا لحتى اعمل نفس الشكل. الخطوة الاولى بس كانت انه اقص ورق لف الهدايا لمستطيلات قد بعض لحتى يعطوني هالشكل الحلو، وعملت عدة احجام وعدة مقاسات. وهلأ رح نشوف كيف رح نزينهم ونحط عليهم لمسة حلوة كتير. اول قرص انا رح ازينه بورقة لونها ابيض، هي تعيت الورق التصوير كتير الى لمعة حلوة، قصيتها بهالشكل وحطيت تحتها كمان من ورق لف الهدايا قرص تاني كمان قصيته بهالطريقة اللي باينة عندكم بالفيديو لحتى اعطيه شكل اطار حلو زي الوردة، شايفين كيف بقصهم. وبعدها لزقتهم مع بعض وحطيتهم على القرص. كمان استخدمت الدبل تيب. بتقدروا بهالمرحلة تستخدموا مسدس الشمع او السيليكون، ما في اي مشكلة، بس كمان الدبل تيب بيشتغل. الشكل الثاني انا استخدمت هالاحرف، جبت ورقة كمان A4 قصيتها شكل دائرة كبيرة أصغر شوي من أكبر قرص أنا عملته، وكتبت عليها عيد مبارك بالأحرف اللي شايفينها. طبعا إذا مو متوفرة عندكم هالأحرف ممكن تستخدموا أي أحرف تقصوها من الإنترنت من جوجل، أو ترسموها أنتو بشكل يدوي. وهذا القرص الكبير اللي أنا استخدمته وحطيت عليه كلمة عيد مبارك. وبعدها رح أزين القرص كمان بالورود.
استخدمت ورد صغير وحطيت عليه حتى براعم صغيرة من الجوانب، وبعدها حطيت وردة بالنص مع البراعم كمان، لأنه حسيت رح يعطوا كتير كتير شكل أحلى. وبهالطريقة صارت عندي الزينة جاهزة، وهذا شكل واحد من الأشكال. الشكل الثاني رح نعمل كمان من ورق الزينة مثل قرص، بس رح أفرغه من المنتصف لأنه بدي لزق عليه ورود، عبارة عن بتلات من الورود مش الوردة كلها، وحطيت فيه وردة صغيرة بالنص ولزقتها بالجلوغان. الوردة الثانية خليتها بدون وردة بالمنتصف لأنه بدي أحط فيها معايدة، كمان لزقت القرص. وهدول المعايدات لعيد مبارك اللي أنا استخدمتهم، طبعتهم على ورق أبيض وورق لونه زهر وقصيتهم، واستخدمت الجلوغان المسدس السيليكون أو الشمع لحتى لزق على العبارات المعايدة على الأقراص. شايفين الطريقة كتير كتير بسيطة ورح تعطيكم نتائج كتير حلوة، وفيكن تختاروا اي لون انتو بتحبوه او تستخدموا نفس الالوان اللي انا اخترتها. شايفين صبايا ما احلى الزينة، كتير حلوة ومرتبة، وبتقدروا تحطوا اي عبارات سواء بالانجليزي او العربي او اي لون انتو بتحبوه. انا طبعتها باللون الذهبي لانه نفس لون الورود الموجودة على ورق لف الهدايا، واستخدمت الوردات طبعا لحتى لزق عليهم هالمعايدات. بهالطريقة البسيطة كتير ومن الورق قدرت أعمل زينة حلوة، ممكن تزينوها على الحيط مباشرة أو تحطوها على بورد مثل ما أنا رح أعمل إن شاء الله، ورح تشوفوها بفيديو زينة وبوفيه العيد بالفيديو القادم. إذا حبيتوا زينة العيد ما تنسونا من لايك، وإذا أول مرة بتشرفوا قناتي ضغطوا على زر سبسكرايب أو اشتراك بالقناة وفعلوا الجرس لتوصلكم هالأفكار الحلوة. مني إلكن أحلى وأغلى سلام، وكل عام وأنتم بألف خير يا رب.